حال لوزيتش يعيد مزراوي للأسود. قرر واحد خالي لوزيتش مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم توجيه الدعوة مجددا لنصير مزراوي لاعب فريق أجاكس أمستردام للمشاركة في المباراة التي يواجه فيها المنتخب الوطني نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. وقال مصدر موثوق إن وحيد قرر مبدئيا إعادة مزراوي في ظل المشاكل التي يعاني فيها مركز ظهير أيسر، مضيفا إن عدم تعليق اللاعب على قرار استبعاده من المنتخب الوطني في الفترة السابقة شجع مدرب الأسود على توجيه الدعوة به مجددا.